أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة فما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة ما القارعة فما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة ما القارعة فما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.